الزمالك يتربع على عرش الكرة المصرية رسميا ولسنوات طويلة. نادي الزمالك اللي بالكد والعرق بالمجهود يثبت ان هو بابا اللعبة. اجيال كتير لم تحضر ابداع الزمالك. بقولهم انتم محظوظين على حظكم. 2022 مدرسة الفن والهندسة فتحت ابوابها رسميا لعودة المجد المحلي والافريقي. محظوظ اللي حضر افتتاح نادي الزمالك الجديد. يعني ايه افتتاح نادي الزمالك الجديد؟ نادي الزمالك يتم افتتاحه مرة أخرى. نادي الزمالك بيتم افتتاحه مرة أخرى عام 2022. نادي الزمالك بعد 20 سنة لأ من آخر بطولة أفريقيا 2002 أو 2003، ثم بعد كده 10 سنين عجاف، ثم يعود 2014، ثم لأ والدنيا مش مستقرة. أنا أقول لك دلوقتي الزمالك أصبح بابا اللعبة، و2022 هي عام افتتاح نادي الزمالك مرة أخرى. واحد يقول لي يعني إيه افتتاحه؟ يعني خلاص انتهت، عاد الملك على عرشه على كرسيه لسنوات طويلة. سيطوي الماضي الأليم، نادي الزمالك سيطوي الماضي الأليم اللي أحزن ملايين الزملكاوية. وبقول لهم فتح الستار لدخول مدرسة الفن والهندسة أجيال العتاولة والنجوم، اللي هو قبل القرن بقى 21 لما كان الزمالك نمبر 1 في الكرة الإفريقية. عاد نادي الزمالك وفتح الستار. عزيزي المتابع الكروي، انت محظوظ لانك على عهد جديد هتحضر زمن جديد من سطو زملكاوي واقتحام وسيطرة وهيمنة على الكرة المصرية والإفريقية. عام عودة نادي الزمالك رسميا لمكانته الطبيعية ليسيطر سنوات من المجد. سنوات من المجد. خلاص يا باشا، الأساس اتظبط، الهيمنة اتظبطت، الفرقة اتظبطت، الإدارة متظبطة، القالب متظبط، فلوس وموجود، نجوم وموجودة، روح وموجودة، حماس وموجود، مجلس إدارة قوي وموجود، جماهير وموجود موجود 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 موجود. فأنت حظك كمشجع، أنا مثلا عشت 10 سنين زعلان متضايق بعيش معاك الموضوع دوت، وانا كان نفسي افرح بدري شويه، ولكن انت كجيل جديد محظوظ ان 2022 يعني تحضر هذه الانطلاقه الرائعه. وكل الناس اللي معايا دلوقتي على الفيسبوك او اليوتيوب تعمل مشاركات لهذا الكلام في كل مكان. نادي الزمالك يعود 2022 لانطلاقته بتاعه الستينات وبتاعه التسعينات، اللي هي الانطلاقات القويه بقى اللي ما كانش بيهزر فيها، الستينات والتسعينات واول الالفين. نادي الزمالك يا جماعه عاد رسميا ليكون نمبر 1. عادت سنوات المجد، عادت سنوات التألق، عادت سنوات الهيمنة، عادت سنوات الاحتكار الكروي، ولن تكون نمبر 1 ستكون الملك. فأنا يا جماعة بحسدك، والله العظيم بحسدك كمشجع نونة لنادي الزمالك، وانت لسه صغير بقى الجيل الجديد طالع 14 سنة و15 سنة و7 سنين. من هذه اللحظة لحد 10 سنوات قادمة هتشوف اكتساح زملكاوي تام على كل البطولات، والآية متبدلة بالعرق وبالمجهود مش بأي حاجة، بالكورة بالكورة طبعا. فانت هتعيش مع نادي الزمالك 10 سنين قدام، ربنا يدينا ويديك طول العمر، كبطلا لهذه البطولة محليا وافريقيا. وهتشوف نادي الزمالك مكتسح بقى متصدر المشهد، هتشوفه في كاس العالم للأندية، هتشوفه في الدوري المحلي ياخد الدوري 5 سنين ان شاء الله ولا 6 سنين ورا بعض، هتشوفه واخد بطولة افريقيا ان شاء الله سنتين ثلاثة ورا بعض، هتشوفه في كاس العالم للأندية بينافس على المركز الاول او الثاني. مش مبالغة، ما هم ما بيصدقوش، اصل احنا تعبنا يا جماعة، احنا عملنا مجهود غير طبيعي على مدار السنوات الماضية، عملنا مجهود اعداد زي ما المغرب كده من 2015 قفلت على نفسها وعملت رياضة محترمة قوية واعداد جيد للرياضة هناك وطوروا المنظور الرياضي، احنا كمان قفلنا على نفسينا، عرفنا اخطائنا، نسينا حاجة اسمها نظرية المؤامرة اللي المنافس دلوقتي عايش عليها، خرجنا منها خلاص، فعرفنا اخطائنا فين، طورنا، تعبنا، عرقنا. انا عايز اشكر مجلس الاداره، وعايز اشكر الجمهور، وعايز اقول لكم محظوظ والله العظيم، كل من ينتمي لنادي الزمالك محظوظ الفتره دي. هتعيش مع الزمالك بقى سنوات من المجد والمتعه والتوهج، هتحضر معاه وهو رايح كاس العالم للانديه، هتحضر معاه وهو بينافس على نهائي كاس العالم للانديه ان شاء الله، وهو بيزلزل افريقيا زلزله. الكلام ده يا جماعه كان من سنين واحنا بنقول ان في خطه اعداد واحلال وتجديد لنادي الزمالك بيتم تجهيزها، وقربت قوي وعادت. ونادي الزمالك اصبح دلوقتي مستعد وجاهز يترستق على قمه الكره المصريه والافريقيه من 5 ل 10 سنوات. فانت محظوظ كمشجع زملكاوي. احنا بقى اللي تعبنا عشان انت تستلم النادي بالشكل ده، فحافظوا عليه.
انا عارف قد ايه انتوا بتعشقوا الزمالك كلكم، ولكن ده امانه معاكم، احنا الجيل اللي حضرنا من 10 ل 15 سنه صعبين جدا وصبرنا جدا. انتوا هتيجي تاخدوا الخير على الجاهز، كملوا واستحملوا، وارجوكم تمسكوا بهذا النادي لانكم هتحضروا معاه المجد من 10 من 5 ل 10 سنوات مش عايز ابالغ، وان شاء الله تحضروا معاه كاس العالم للانديه وبطوله افريقيا والسوبر الافريقي والدوري المحلي وكاس مصر. هنكتسح يا جماعه، هنكتسح وهنترستق على كل البطولات المحليه والعالميه. فمبروك لكل جمهور الزمالك، واستمروا في السعاده والاحتفال. تحياتي لكم اسلام علوي، السلام عليكم والف مبروك لجمهور الزمالك.